التاريخية أراد لها جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه أن تكون منارة تسامح من مختلف الديانات واللغات، كانت جامعة صلة بين الشرق والغرب. في أزو سنة 1957 أسس لأول حوار حضاري عالمي. كانت صفحة خالدة، ولماذا وقفنا على استحضارها اليوم؟ وقفنا على استحضارها اليوم لأنها اتسمت بروح التسامح كما قلت، وهذا روح التسامح عندما نستحضرها لشبابنا اليوم فإننا نعاكس تيارات التطرف في العالم، نعاكس الغلو أينما كان، دينيا كان أو إيديولوجيا، فالغلو غلو واحد والتطرف تطرف واحد. اليوم يستمر المغرب في إيمانه الكبير بالتسامح والتعايش لأنه ينبع من رصيده الحضاري الضارب في عمق التاريخ. للمعرض وجوه متعددة، وله أيضا رسالة يجب أن تمر قولا. ما أريد أن أقول هو أن نأخذ العبرة من التاريخ وتمليلين ما هي إلا محطة من محطات أخرى للتاريخ المغربي، ويجب استنطاقها الاستنطاق الحسن لما فيه فائدة هذا البلد الأمين. المغرب جسر للمدنيات الشرقية والغربية وعامل فعال على امتزاج ألوان الثقافات المختلفة، ودوره ما زال مستمرا في وساطة بين الشرق والغرب من أجل توسيع آفاق المعرفة.